طول عمرنا بنشوف مناظر لتحليق المناطيد وبيكون منظر مميز كده، وبيستخدم أصلا في كتير قوي من الأعمال السينمائية والتلفزيونية بسبب المناظر الجميلة دي، وبيكون نفسنا نركب المنطاد ده ولو مرة واحدة بس في حياتنا. بس عمرك سألت نفسك إزاي المنطاد ده أصلا بيطير في السماء مع إنه مفيهوش محركات ولا في أصلا مصدر من مصادر الطاقة ولا أي حاجة تخليه يطير؟ سلام عليكم، أنا عبد الرحمن الصامودي. الحلقة ديت هنعرف إزاي المنطاد بيطير من غير مصدر طاقة. بس ما تنساش قبل ما تبدأ الفيديو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. بص، احنا نقدر نعرف ان المنطاد ده هو عبارة عن اداة للطيران، واخترع واستخدم المنطاد ده اصلا لاول مرة كان في القرن ال18. وبيعتمد طيران المنطاد اصلا في الجو على مبدأ بسيط، ان هو الغازات اللي كثافتها منخفضة بتطلع فوق والكثافات اللي غازاتها مرتفعة بتنزل تحت، وبيكون في المنطاد عارفين هي الشعلة اللي بتطلع نار دي بقى وظيفتها اللي هي بتسخن الهواء. وعند تسخين بقى الهواء الموجود ضمن غلاف المنطاد بيتمدد الهواء وبتتبعه جزيئات، فبيقلل عدد جزيئات الغاز اللي بتشغل نفس الحجم معاه، وبتنخفض الغازات الموجودة في البالون المنطاد. فلما بيحصل الكلام ده بيؤدي الى ارتفاع المنطاد لأعلى بسبب ارتفاع الغازات داخل بالون المنطاد لأعلى. وسبب الكلام ده برضو احنا بنكبر حجم بالون المنطاد علشان يحتوي كمية كبيرة من الغازات اللي بتتسخن علشان ترفع كتلة المنطاد كاملة في الهواء. بص، لو حاسس ان الحتة ديت انت ما انتش فاهمها، تعالى بسطها لك اكتر وبطريقة تانية. بص بقى، المنطاد في طبيعته زي ما قلنا بيقوم على مبدأ حاجة اسمها مبدأ الطفو، بحيث ان المنطاد ده بيطفو في السماء وبيطفو بسبب تسخين الهواء اللي بيكون موجود داخل البالون. فلما الهواء بيسخن بيؤدي الى انخفاض كثافة الهواء، فبيقوم الهواء صاعد للأعلى، فبيقوم الهواء برافع المنطاد شوية شوية لغاية لما المنطاد يطير. وبيعتمد ارتفاع المنطاد على مقدار قوة الرفع اللي الهواء بيعمله لفوق، وفي نفس الوقت القوة الجاذبة اللي تحت اللي هي مقدار وزن المنطاد والسلة الأسفل. وبشكل علمي ان الهواء السخن بيكون طبعا اخف وزنا واقل كثافة من الهواء البارد. فلما احنا نيجي نسخن الهواء داخل المنطاد بنوصله لدرجة حرارة 38 سلسيوس مثلا، فبيبدأ الهواء في الارتفاع لفوق. نيجي بقى نقول لأنواع المناطيد. بص، احنا ممكن نصنف المناطيد ديت حسب آلية عملها لثلاث أنواع مختلفة. والنوع الأول هو مناطيد الهواء الساخن، والنوع ده من المناطيد بيكون متميز بإن الغلاف بتاعه بيكون مفتوح من الأسفل، وبيكون في حاجة اسمها محراق علشان تطلع نار، والنار دي بقى ترفع درجة حرارة الهواء الموجودة في بالون المنطاد عشان تخلي الهواء يطلع زي ما احنا قلنا من شوية. والنوع التاني هو منطاد الغاز، وبيكون في النوع ده من المناطيد الغلاف بتاعه بيكون مغلق بالكامل، وبس بيحتوي في داخله على غازات اخف من الهواء زي الهيليوم والهيدروجين. والنوع ده بقى ما بيستخدمش النار خالص في تسخين الهواء، وبيتم بقى التحكم في المنطاد عن طريق ايه؟ لما احنا نرفع ضغط او كمية الغاز الموجود في المنطاد، ففي الحالة دي المنطاد بيرتفع لفوق، ولو احنا خفضنا كمية او ضغط الغاز في البالون ففي الحالة دي المنطاد بيبدأ يهبط لأسفل. ونيجي بقى للنوع الثالث والاخير معانا، هو المناطيد الهجينة. المناطيد دي بقى بتجمع ما بين النوعين اللي فاتوا، وبتتميز بوجود محراق لتسخين الهواء مع برضو وجود حجرة مغلقة فيها غازات اخف من الهواء زي الهيليوم والهيدروجين، وبنستخدم النوعين دول كزيادة امان يعني اثناء تحليق المنطاد. نيجي بقى لمكونات المنطاد. المنطاد اكيد يعني بيتكون من قطع بسيطة ورخيصة مقارنة بالطائرات الحديثة، وفي انواع كتير جدا للمناطيد بس بتصنع لحاجات مختلفة. بس احنا هنقول النهاردة عن مكونات المنطاد الهواء الساخن علشان هو الاكثر شهرة. بيتكون بقى المنطاد الهواء الساخن من البالون والسلة والموقد الاشتعال اللي هو بيطلع نار. ممكن نقول على البالون اسماء تانية زي الحقيبة او المغلف مثلا، ودي اسماء احنا مطلعينها على البالون. والبالون ده بقى بيحمل المنطاد وبيجعله يطير، والبالون ده بقى بيتم تصنيعه من النايلون علشان يقاوم الحريق. هتقولي ايه اللي هيجيب الحريق في الموضوع؟ اقولك ما هو في موقد اللي هو موقد الاشتعال اللي بيطلع نار،
واكيد النار يعني بتكون في الحته ديت الهواء سخن، فممكن لو احنا متصنعينها باي مواد من المواد الطبيعيه البالون وهو في الهواء فوق يسخن ويعمل حوادث. وغالبا احنا بنعالج البالون كده بطبقه كده من ماده كيميائيه اسمها البوليوثرين، والطبقه ديت بتقلل المساميه علشان الهواء ما يطلعش لبره البالون من بره وينفس كده ويقل حجمه. احنا عايزين نضغط الهواء جوه البالون علشان يرفع البالون لفوق، وكمان الطبقه ديت بتحمي المنطاد من وصول الاشعه الفوق البنفسجيه، وبتحمي كمان المنطاد من اشعه الشمس، عشان احنا بنطلع لفوق وكل ما طلعنا لفوق في اشعه ضاره بتيجي من الشمس ممكن تبوظ المنطاد. وبيتصل البالون بالسله عن طريق 8 كابلات من الفولاذ المقاوم للصدأ، علشان طبعا السله ديت بيكون فيها ناس وبيكون فيه ساعات بيكون فيها بضاعه وبيكون فيها حاجات ثمينه جدا، فلازم نكون بنحافظ عليها. وساعات بيوجد في بعض المناطيد مؤشرات لتيارات الحمل الحراري اللي بتقيس درجات الحراره عشان نعرف احنا درجه الحراره اللي احنا وصلنا لها ديت تخطت الحد المسموح او لا، علشان احنا لازم برضو نكون عارفين درجات حراره الهواء اللي بيكون داخل البالون علشان نتاكد ان البالون ما يقعش في اي لحظه، ولو في مشاكل في البالون نعرف. وساعات برضو البالون بيحتاج للاصلاح، وده بيعتمد على عدد الركاب المسموح بيهم اللي هما بيبقوا على المنطاد، وعلى عدد السلع الموجود على المنطاد، وعلى عدد الوزن الموجود على المنطاد ذات نفسه. وبنعدل سعة البالون عن طريق بقى عوامل زي تغيير درجة الحرارة او نسبة ارتفاع عن الارض. فمثلا لو منطاد هيطلع في مصر مش هيكون نفس البالون بتاعه زي منطاد هيطلع في امريكا او هيطلع في الدول الاوروبية، هناك بيبقى هناك درجة الحرارة منخفضة وعندنا بيبقى درجة الحرارة متوسطة او مرتفعة سنة، فالنسبة او حجم البالون ما بيبقاش ثابت في كل الاوقات. نيجي بقى للسلة، والسلة ده المكان الوحيد اللي بيحمل الركاب، وبيتصنع في الغالب من الالومنيوم لو احنا هنشيل سلع، وبيتصنع من الخشب الخفيف او من القش او من النبات اسمه الخيزران علشان يتميز بخفة الوزن. ولما احنا كده كده نيجي نصنع السلة اهم حاجة عندنا تكون السلة قوية وخفيفة في نفس الوقت، ما ينفعش مثلا نصنعها من الحديد تكون السلة تقيلة قوية، طبعا كده مش هتعرف تطلع، لازم نزود في البالون اكتر وبيبقى الموضوع صعب شوية. وبتكون السلة بقى محتوية على اطار انبوبي كده بيحتوي من 8 ل 24 كابل من الفولاذ المقاوم للصدأ زي ما احنا قلنا قبل كده، علشان يتثبت في البالون من فوق ويكون في نسبة حماية اكبر للسلة اللي هي ما تقعش وتسيب البالون. وبيعمل الاطار ده برضو على دعم نظام الموقد الاشتعال اللي بيطلع النار اللي موجود في اعلى السلة، وبيعمل على احنا قلنا على حماية الركاب، واهم حاجة فيه اللي هو بيعمل على الثبات المنطاد عند الهبوط، علشان في حاجة اسمها الارتكاز الميكانيكي بيبقى حسبة رياضية كده بتتجمع. نيجي بقى الاهم حاجة اللي هو الموقد اللي بيخلي اصلا المنطاد يحلق في الهواء. الموقد ده بقى هو عبارة عن القوة الدفعة سواء لصعود البالون او هبوط البالون او التحكم في اتجاهات البالون واحنا محلقين به في الهواء. بيكون الموقد ده بقى وسط غلاف البالون، وفي حاجة في الموقد اسمها صمام انفجار. الصمام ده بقى بيتحكم في معدل تدفق الوقود في الخزانات الموجودة فيه، وبيكون الخزانات ده فيها مادة كيميائية اسمها البروبان السائل. البروبان ده بقى بيضخ خلال خرطوم مرن الى الموقد علشان يطلع نار. بيمر على ملفات تسخين بتحول البروبان السائل ده الى غاز، ولما يتحول الى غاز بنولعه او بنشعل فيه علشان نطلع النار عشان نسخن الهواء وهكذا. وبيعتبر البروبان او البترول السائل او مادة ال LPG من الغازات الحصرية اللي بتستخدم في مناطيد ذات الهواء الساخن، علشان فيها كذا ميزة. اول ميزة مثلا هي غير مكلفة خالص ومتاحة دايما، وكمان اهم حاجة اللي هي عديمة الرائحة، علشان مثلا لو في ركاب راكبين في المنطاد ما يجيلهمش اختناق بسبب ريحة الوقود ده. التلاتة اللي احنا قلنا عليهم دولت هما المكونات الرئيسية للمنطاد. في بقى بعض المكونات المهمة برضو ولكن فرعية بيحتاجها بس الطيارين اللي بيسوقوا منطاد الهواء الساخن، بس الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لهم. اول حاجة مثلا مقياس الارتفاع، وبيكون ده مهم جدا بالنسبة للطيار عشان يعرف مدى ارتفاع المنطاد عن الارض، وبيرقم مقياس الجهاز ده بوحدة القدم فوق مستوى سطح البحر. وتاني حاجة بيحتاجها الطيار اللي بيسوق المنطاد جهاز اسمه البيروميتر. الجهاز ده بقى جهاز استشعار كهربائي، والجهاز ده بيبعت معلومات للعداد المتواجد في السلة علشان نعرف درجة حرارة الهواء
الموجودة في المنطاد. ومن أهم الحاجات اللي هي لازم تكون موجودة في المنطاد مقياس الوقود علشان نعرف كمية البروبان السائل المتبقي في الخزانات. ويجب أصلا يكون مقياس الوقود ده من الأنواع الموثوق فيها والمرئية من أجل الأمان. وفي جهاز غريب بقى أنت ممكن ما تكونش تعرف اللي هو موجود أصلا، اسمه جهاز المتغير الفيروميتر. الجهاز ده بيعرفك إذا كان المنطاد أصلا بيطلع فوق مستوى سطح البحر أو بيهبط لمستوى سطح البحر. إزاي الكلام ده؟ أقول لك، أنت لما أنت بتكون فوق في الهواء أصلا بيكون حواليك هواء ومساحات شاسعة ومناظر طبيعية شاسعة وجميلة، فأنت لما بتكون فوق أنت ما انتش عارف هل المنطاد بيطلع لفوق أولا بينزل لتحت، فالجهاز ده هو اللي بيعرفك إذا كان المنطاد بيطلع فوق أو بينزل لتحت. وكمان بيكون في حاجة كده زيادة أمان اسمها الشعلة. الشعلة دي بقى بتولع أو بتساعد الموقد الاشتعال لو هو النار بتاعته خفت أو قلت بسبب أي سبب بقى، انسداد في الخزانات أي سبب، دي بتساعد اللي هو المنطاد يوصل سليم لسطح الأرض. وفي ساعات بيكون في زي الباراشوت كده اسمها أغطية الرأس، دي بتكون من الأمور أصلا ضرورية عشان لو حصل أي مشكلة في البالون أو حصل أي مشكلة في موقد الاشتعال أو أي حاجة واضطرينا اللي احنا نعمل هبوط سريع، ده بقى اللي بيخلينا نعمل هبوط سريع وننزل بسلام. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك، عايزين نوصل الفيديو ده لخمسين لايك، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو عندك سؤال محيرك اكتبهولي تحت في التعليقات، واعمل شير للمحتوى ده علشان الكل يستفيد. سلام. Thank you.